ميشو فاطن وميشو أخ وعكس بعض بيعيشوا فاطن وميشو فاطن وميشو أخ وعكس بعض بيعيشوا فاطن يا عيني مكسور جناحي وميشو قراري ونافش ريشو فاطن يا عيني مكسور جناحي وميشو قراري ونافش ريشو انت بقى معلمة هتبقى راكب الموتوسيكل بتاعك ومستني مني إشارة. أول ما أكلمك تتحرك بسرعة وتاخد الكيس بتاع الفلوس. بس بقولك يا ميشو، كل ده يتم في ظرف 35 ثانية.
لان كل عربيه هتاخد دقيقه بالظبط عقبال ما تلف اليوتيرن وترجع. ما تقلقش يا كبير، وفي اقل من 35 دقيقه كمان. ايه يا ميشو، هو زرع على طول 35 دقيقه؟ ايه اقول لك 35 ثانيه، فهمت يا عم ميشو؟ يلا رجاله نجهز، قدامنا ساعة ونتحرك كلنا. اتفضلوا. ساعة واحدة؟ كويس، اه الواحد يلحق يريح له ساعتين قبل العملية. يا عالم هيبقى في راحة تانية ولا لا؟ بصراحة بقى أنا مبهورة بك قوي قوي يا مستر فطين، وخصوصا باللي عملته النهاردة في الإذاعة. أنت قلت لي اسمك إيه؟ مروان، درست الموسيقى. أنت نسيت ولا إيه؟ لا ما نسيتش، أصل ما نمتش كويس. بس أنا عايز أعرف بقى، انت ازاي بتقدر تفصل؟ مره بتبقى مرهف في المشاعر والاحاسيس والناس كلها بتحبك، ومره بتبقى شرس كده والناس كلها بتخاف منك. اصل الصراحه يا استاذه مروه اصل الصراحه يا استاذه مروه دي حكايه يعني كبيره وصعبه وعايز لها قعده، بس مش هنا. ها؟ امال فين؟ ما تقولها فين يا سي فطين. ايه الصوت العالي ده؟ بعد اذنك يا مستر فطين، كنت عايز تقولها ايه؟ وعايزه تعرفي ليه؟ انا خطيبتك يا فطين. حتى لو خطيبتي، في تصرفات المفروض انت ما تعرفهاش. وبعدين في واحده بتعلي صوتها كده على خطيبها؟ عيب كده؟ ماشي، يبقى شوف مين هيعبرك بعد كده. مع الف سلامه. ايه يا فطين، انت هتسيبني امشي؟ مش هتصالحني؟ وبعدين انا هنت عليك كده؟ وقول لي فين الدبله بتاعتك انت مش لابسها ليه؟ لما تبطل التصرفات بتاعتك دي ابقى البسها. استاذ فطين، كنت فطين، انت لسه هتهته انت كمان؟ حد ناظر كان عاوزك يعني. ايه؟ حد ناظر كان عاوز حضرتك. قول له يا ابني انا ما بروحش لحد. اصل في ضيف عاوز حضرتك. خلاص هروح له. اتغير جو الاستاذ فطين يا استاذه لميا. بس الاحسن. سهل الوصف مش كده؟ ما تاخرتيش. اه سهل قوي. آه على فكره حضره الناظر بيشكر فيك قوي يا ميشو، قصدي يا مستر فطين. الاستاذ فطين مثال للاستاذ النبيل. ما سيبنا لوحدنا يا عزيز. نعم. على فكرة الأنسة سارة خالها وزير التعليم، بس هي مش قايلة. سيبني لوحدنا وأنا هظبطك. بجد؟ يا سلام، نورت يا سارة هاني، والله المدرسة نورت. هي على فكرة ما بتحبش الراجل كتير. طيب بعد إذنكم يا فندم. اتنين برتقان عزيز. ها؟ حاضر. ما تنساش بسرعة. قولي لي بقى، إيه رأيك في المدرسة؟ حلوة قوي. ما قلتليش كنت بتقول ايه للناظر؟ مش مهم، المهم ان انت اتبسطتي. يا الوقت بيعدي هوا، وانت شكلك اتاخرتي، اشوفك بالليل. اتاخرت ايه؟ هو انا مش هخش معاك الفصل ولا ايه؟ فصل؟ انت مش هتشرح لهم؟ مش هينفع اشرح النهارده، دودي اللي هيشرح لهم. عايز اشوف مجهود الفتره اللي فاتت جاب نتيجه معاهم ولا لا، والفشله اللي متذنبين دلوقتي على السبوره لو ما جوش، والمره اللي جايه واكلين الكتب هيبقى لي معاهم تصرف تاني. اتفضل يا دودي. حاضر يا مستر فطين. الملك مينا موحد القطرين، وهو فرعون من الأسرة المصرية الأولى، ولقب بعدة ألقاب مثل ثعبان الشمال وصاحب التاجين. قيام يا أولاد. أهلا وسهلا يا أستاذة الناس. صباح الخير يا أولاد. أمال فين مستر فطين؟ موجود. تفضلوا يا أولاد جلوس. وكمان قاعد يا أستاذ فطين وسط الولاد؟ لا لا لا، حضرتك دايما بتفاجئني بالاساليب الحديثه بتاعتك دي. انا قلتها لك، انت من الرواد يا استاذ فطين والله. كلمنا بقى عن الطريقه الجديده بتاعتك دي.
دي احدث طريقة في التدريس، المدرس يقعد وسط التلاميذ والتلاميذ هي اللي تشرح، وده يربي عندنا الاحساس بتاع التدريس الكويس، وبدل ما يبقى عندنا مدرس يبقى عندنا 10 20 100، وكما قال الشاعر ولا واحد ولا 100 ولا 1300. مش ممكن هايل والله يا استاذ فطين، ايه الجمال ده؟ لا حضرتك بجد خير معلم، هتخلي مادة الدراسات تتكلم يا أستاذ فطين. مش تعرفنا على الأستاذة؟ الأستاذة سارة جاية مخصوص من أمريكا، من منظمة التدريس العالمية، علشان تشوف بنفسها على الطبيعة إحنا وصلنا لفين. أهلا وسهلا يا فندم، نورتينا. ما بتتكلمش كتير أصلا، أنت عارفة الخواجات بتصدع. لا والله ممتاز يا أستاذ فطين. تفضلي يا فندم، تفضلي عودي وسط التلاميذ، يا ريت تكمل يا دودي. شربوا شاي؟ كفارة معلم. الحمد لله على السلامة يا سيد المعلمين. أنا أخرج من النيابة بكفالة 50,000 جنيه وسرقة عربية. ما قلت لك يا معلم حد من رجالتك يشيلها. ملحوقة. هاتوا لي الولد جنزيرة. حاضر معلم. حالا. ماشي يا ميشو. عموما لسه الماتش شغال، واللعب طول ما هو داير في فايز ومهزوم، ومش شيك اللي يتهزم، ولسه لينا لقاء في جوهانسبرغ، وسلم لي على كوفي الكوتشه. في ايه يا ميشو؟ اركبت رجلك ايه؟ حسدت ولا ايه بس؟ ولا زفت فاطين كرف عليه؟ اركبت نو بروبلم يا كبير، نو بروبلم يا سيد يا كبير. طب يلا بينا. ماشي اسبقني انت يا سيد يا كبير وانا هحصلك، يا كبير انت والعصابه كلهم. طب بينا يا رجاله. ماشي. نو بروبلم يعني ايه يا معلم؟ يعني اتمزق. اركبت ركبتي. ميشو ايه على فين؟ الجماعة كلهم خارجين، أنا سمعتهم. عملية جديدة؟ أيوة عم أنس. عمي؟ أنت أول مرة تقول لي يا عمي. ويا ريت ما تكونش آخر مرة يا عمي. أنا دلوقتي رايح معاهم وجاي لك يا عم علشان حضرتك يعني تدعي لي. ويا عالم يا عالم هنشوف بعض تاني ولا لأ؟ مالك يا ميشو؟ أنت أول مرة تطلب مني طلب زي ده. على العموم أنا هدعي لك. بس هدعي لك ان ربنا يهديك وتتوب وتبطل اجرام. لا والنبي يا عمي، المره دي عايز حضرتك تدعي لي ان ربنا يوفقني في الاجرام. لا اله الا الله بقى. محمد رسول الله. الوداع هتوحشني قوي. هتوحشني قوي يا عالم، هنشوف بعض ولا لا يا عمي؟ عم انس. عم انس. خلي بالك من نفسك يا عمي. هتوحشني يا عمي. العملية هتتم وقت أذان العصر، كل واحد يلتزم باللي قلناه كويس. الطرق هتبقى مفتوحة، ما فيهاش أي كمان، عشان ما يحسوش بأي خطر ويلغوا العملية. مش عايز أي تقصير، أقل غلطة ممكن تبوظ العملية. عايزين نسلم القضية دي للنيابة خالصة. في أسئلة؟ لا يا فندم. طب اتفضلوا عشان هنتحرك حالا. تمام يا فندم. Oh.
ربنا يستر يا رب يا رب. انت في العوائل سليمة يا رب. وحشوني والله. يا ميشو يا عم السيشن يلا بقى بينا. انا حضرت لك اهو الموتوسيكل والخوذة وكل حاجة عشان عملية. موتوسيكل ايه وخوذة ايه؟ هو انا اللي هسوق الموتوسيكل ده؟ الله امال مين يا ميشو؟ ما صاحبه يجي يسوق انا مالي انا؟ الله العظيم انت يا ميشو بتحب الهزار قبل كل عملية كده. انا بهزر والله بهزر يا عم السيشن. حراميين انتوا. يا عم السيشن انا حاسس بدوخة كده وخايف قوي قوي. ايه ليه ليه؟ كفالة شهر. مالك يا ميشو الف سلامة. انا بقول يا عم السيشن ان احنا يعني ايه نقعد يومين ثلاثة كده اهو لغاية لما الدوخة دي تخف وبعدين بعد كده نبقى نعمل العملية. ازاي بس يا ميشو ده ينفع؟ ما المصيبة انه مش هينفع. لكن بابا طين عيشتي. بقول لحضرتك يا عم السيشن بص حضرتك تركب انت وانا اركب وراك وامر لله. الله يعني انا اللي هسوق؟ ده انا متشكر قوي يا ميشو على الثقة اللي انت مديها لي دي. حاضر حاضر يا ميشو. بقول لك ايه؟ اركب ورايا يا ميشو ما تقلقش. حاضر. انا في ثقه جامده يا ميشو. استنى يا عم السيشن على مهلك. رب لا اساله كرت القضاء ولكني اساله. اركب يا حبيبي. وعليم يا فندم وسيرفس حالا هنتحرك. الو يا كبير. ايوه بونجوني. انا في مكاني والدنيا زي الفل وكله تمام. اديني الاوكي اول ما العصفور يقرب. ماشي يا كبير. سلام. الو ستيشن ستيشن يخرب بيتك نيل دورت فين يا زفت. الله بقى يا ميزو انضف واحد بتاع كبده باكل عنده من زمان. بيسموه ملك الكبده بتاع الصحراء. كل يا عم ستيشن كل. بص يا عم ستيشن انا عايزك النهارده ما تحرمش نفسك من اي حاجه علشان يا عالم ايه اللي هيحصل كمان شويه. كل خير كل خير يا ميشو. ودي اول مره تعمل عمليه. ده انت ياما عملت عمليات صعبه كتير قوي. وبعدين بقى انا حاسس ان المره دي هيبقى في جو جديد في العمليه. هو من ناحيه ان هيبقى في جو جديد فهيبقى في جو جديد عمرك ما شفته عم ستيشن. عم ستيشن سايق عليك النبي تسامحني. ها وما تزعلش مني يعني لو حصل اي حاجه لانه اكيد هيحصل. وعايزك كمان تقول لبابا سيد وبونبوني وميشو ان هم يسامحوني يعني. ميشو قصدي فطين فطين عم ستيشن كلكم يعني تسامحوني والنبي. ها حاضر حاضر. الحمد لله الحمد لله كده ايديا. انا بقى هطلع اخد اول ميكروباص من هنا. وانت بقى بحصلني بسرعة. ها يا بطل يا بطل. اسمع من بقك ربنا عم ستيشن. يا فندم كله تمام يا فندم. ستيشن الو ستيشن نيلت ورحت فين يا زفت؟ انا غلطان بشغل معايا اغبية. ايوه يا كبير. الو اخيرا رديت يا زفت. معلش بس كنت عامل المحمول سايلنت. طب اقف مكانك وركز واول ما الفيل يعدي يديني خبر بسرعه. فيل ايه يا معلم؟ العربيه اللي فيها المخدرات يا غبي. كده فهمت يا معلم. العربيه عدت. قول يا فندم مش هينفذ. ايوه كبير عربيه المخدرات عدت. قصدي فين؟ قوة تستعد هنتحرك حالا. الحمد لله كده تمام قوي. وانا اللي كنت خايف من السواقه.
طلعت سهله خالص. فعلا يا فاطين اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه. ايه ده؟ هي عربية الكبدة شبكت في الموتوسيكل ولا ايه؟ الو ايوه يا كبير يا سيد المعلمين يا كبير انا ميشو. قدامك 35 ثانية يلا اتحرك. 35 ثانية؟ ده وانا 35 سنة علشان اتحرك من هنا. والنبي يا جماعة زقة والنبي. معلم سيد لاش ازاي وانت بتقول لي اني ميشو اتصاب برصاصه من البوليس؟ برضه ما تقلقش انا بعت الستيشن يراقب ويطقص وهيطمني، بس انا اللي طالع من نفوخي مين اللي بلغ البوليس بميعاد العمليه. بقول لك ايه يا بونبوني، انا مش ناقصك ولا ناقص غبائك انت كمان، فاهم يعني ايه نعطي بسكاتك؟ انا هطلبه بالتليفون يمكن يرد عليا ويطمني. يا رب حد يوقف الموتوسيك، حد يوقف الموتوسيك، حد يشيل الكش، حد يشيل الكوش، حد يشيل الكوش، حد يشيلني من على الأرض، حد يشيلني من على الأرض. آه يا ضهري الحمد لله، الحمد لله على اللي حصل، الحمد لله. أنا خرجت منها سليم إزاي؟ آه يا ضهري. لا أنا هقول لهم على كل حاجة واللي يحصل يحصل. ممكن على الموتوسيكل اللي اتدشدش ده أنا هبقى قصت لهم دم. ده ايه الغرب ده يا ربي؟ يا ضهري. ميشو ابني حبيبي قول لي رصاص صابتك فين؟ وعرفت تهرب ازاي؟ على مين؟ دي ما كانتش رصاصة يا بابا، ده إيه؟ كان كشك، كشك يا كبير يا سيد. كشك؟ كشك ايه؟ ده اكيد فريد بيه بيطمن على العملية. اقول له ايه؟ اقول له ان انا ما روحتش من قصر. الو فريد بيه، اسف ما كنتش تعرف ان العملية اتشمت من البوليس. لا ميشو كويس وموجود اهو. لا ومعاك اهو. الو السلام عليكم. ايوه انا ميشو الحمد لله كويس. لا انا حضرتك مش زعلان يعني، بس يبقى حضرتك يعني ركز يا فريد يعني في العمليه اللي جايه. بيه 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 لما يبقى يركز يبقى بيه. شوف مش ازاي العمليه تتشم، ها؟ ومين اللي شمها؟ وايه اللي خلاها تتشم اصلا؟ ما هي لو متغطيه ما كانش حد شمها. خلاص خلاص مش زعلان خلاص. يلا سلام عليكم. سلام. ثلاث دقايق ده رغي قوي. هو اللي هيدفع احنا منه. بقول لك ايه، يعني معنى كلامك ان انت ما دخلتش الصحراوي من اساسه؟ يا ابن اللعيبه، وعرفت ازاي ان البوليس شم العمليه؟ لما حضرتك بقى اتصلت بيا يا بابا وقلت لي قدامك 35 ثانيه يا ميشو، قعدت انا كده بقى مع نفسي افكر دقيقتين ثلاثه 10 دقايق كده مع نفسي، قلت بس انا حاسس ان في خطر كبير انا شامه من بعيد وانا على الموتوسيكل وانا سايقه، وانا اصلا يا بابا سيد يا كبير حاسس ان في خطر من زمان، من زمان ان في خطر شاممني وانا كنت على الموتوسيكل. فلما لقيت بقى نفسي شميت الخطر ده من بعيد قلت بس، بس يلا فميشو بس هي في خطر وجريت. طول عمرك حريف ولعيبه ميشو، امال ايه اللي عمل فيك كده؟ الله، ومين اللي كان لابس لبسك وقاعد على الموتوسيكل وضرب عليه رصاص؟
طب انت ليه يا برنس خليت الواد جنزير يلبس نفس اللبس اللي بيلبسه ميشو ويركب الموتوسيكل وهو بيعمل العمليه؟ اوف اوف انت. اول هدف يا اوفا ان رجاله فريد بيه اللي بيراقبوا العمليه يثبتوا ان ميشو كان موجود اثناء اجراء العمليه. الله جينيوس يا معلم جينيوس. طب وتاني هدف؟ وتاني هدف يا اوفا ان جنزيره هيجيب الفلوس هنا ها، وفريد بيه هيسال ميشو على الفلوس. اه يا سيد المعلمين، وطبعا ميشو معهوش الفلوس. ساعتها بقى فريد بيه هيتاكد ان سيد الحاوي وميشو الحاوي طمعانين في الفلوس وعاوزين ياخدوها لوحدهم. وقتها بقى مش هيلاقي غيري، الراجل الوحيد اللي واقف جنبه. فهمت يا وفا؟ فهمت يا معلم. بس انت واثق يا برنس ان الواد جنزير ده هيخلص قبل ميشو؟ ميشو ده تافه ولا يسوى. والواد جنزيره بميت واحد زي ميشو. الحق يا معلم شيكو الحق، الواد جنزير وقع، العمليه كان متبلغ عنها البوليس. الجنزيره وقع ولا ميشو؟ اللي عرفته انه ما ظهرش وقت العمليه خالص. انا كده ان العمليه كانت متدسم بالبوليس، كل تخطيطك يا شيكو طلع على فشوش. ايه ده معلم مروق؟ جيب لك الواد فطين مع حتتين خيار يروق اعصابك. لا يبقى عمه انس. لا روق يا برنس. مدام اللعب بقى اما تشوف كده يبقى ما ينفعناش غير الضرب تحت الحزام. ميرسي بجد، انا انبسطت فعلا النهارده. اي خدمه، يا ريت ما تتكررش. ايه؟ اشوفك بالليل؟ مش عارفه، هكلمك. باي باي. يا بوي في حاجه هنا؟ لا مفيش يا فطين بيه، مفيش. مع السلامه يا مستر فطين. مع السلامه يا انسه. مروه اشوفك النهارده بالليل علشان نكمل كلامنا. انت في حاجه مهمه عايز تقولها لي؟ في كوفي شوب في الزمالك في ابو الف ده هايل، هتيجي؟ ماشي باي باي. في حاجه هلا؟ مفيش يا بيه، هو الواحد يقدر يقولك على حاجه دلوقتي؟ يا فطين بيه يا جامد. فطين فطين تعالى قولي هتخرجني فين النهارده؟ مشغول مش فاضي. ليه كده بس يا فطين؟ هو انت لسه زعلان مني ولا ايه؟ انا ما حدش يقدر يضايقني. طب بقول لك ايه رايك نروح نتمشى وتروحني زي كل يوم؟ قدامي. ميرسي. لا حول ولا قوه الا بالله، سبحان مغير الاحوال. امبارح كان الاستاذ فطين مستحي واخلاقه عاليه زين، من يوم وليله بجد. في حاجه يالا؟ لا يا بيه مفيش والله مفيش. انت ما تعرفيش تمشي من غير ما تشعبطي فيها كده؟ ايوه اصل فرحانه بيك قوي النهارده. ايوه بس مش كده يعني. الله، انت مش قلت لي انك نفسك تمسك ايديا؟ انا؟ ايوه عشان ده حلم حياتك وهيتحقق يوم ما تمسك ايديا. انا فطين قلت لك كده؟ ايوه يلا امسكها بقى. طب بصي بكره ابقى اعملي اللي انت عايزه تعمليه. وشها على سيما ولا ايه يا شباب؟ والخرفان كمان بقت حبيبه. فاطين بلاش دلوقتي عشان خاطري، بلاش دلوقتي. يا حلو، انت عايز تتدرب تاني ولا ايه؟ برافو، احسن نشيط اتقل صنهم يا رب. انت فرحانه؟ ايوه، اظن كل يوم بيعملوا فينا كده. ايه ده، هما كانوا كل يوم بيعملوا كده؟ ايوه. تعالي معانا يا انسة. عايز يا برشام؟ مالكش دعوه انت فطين، احنا مش جايين لك انت، احنا جايين ناخد الاستاذ. شيكو مدريد امر بكده. الحقني يا فطين، عايزين يخطفوني زي ما خطفوا عم انس. بقول لك يا برشام، امشي دلوقتي وبلغ شيكو
ان دي مش حركات رجوله. مالكش دعوه انت فطين، خليك في حالك ولا زي كل مره. عارف لو ما مشيتش دلوقتي انا ممكن اعمل فيك ايه؟ انا الحلقه كام يا فطين؟ بقى صيع ماسك مطوه. الله 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 الله، جرى ايه يا عم فطين؟ هي اول مره ولا ايه؟ احنا هنتقف اهو قاموا عليه مش على طول. كلمه ثانيه هخليك تاخد دماغ صاحبك تروح بيها. ما بتكلمش يا كاميرا، خلاص يا فطين. كانت وجهه نظري في محلها يا فؤاد، كله بتوجيهات سيادتك يا فندم. لا ده بفضل مجهودك ومجهود حضرات الضباط، وعشان كده انا طلبت لكم مكافاه جهود غير عاديه. شاكرين جدا يا فندم، ان شاء الله دايما نكون عند حسن ظن حضرتك. وايه اخبار التحيات؟ تمام يا فندم، كلهم اعترفوا. والواد بتاع الموتوسيكل عرفت عنه حاجه؟ طلع سواب يا فندم وليه ملف عندنا، واسمه جنزير، هو دلوقتي في المستشفى مصاب، اول ما حالته تتحسن هبدا معاه تحقيق فوري. شد حيلك يا فؤاد، عايزين نخلص من الحكايه دي بسرعه يا ابني. اوعدك يا فندم بعد اذن سعادتك. اتفضل يا ابني. ايوه يا فندم، العمليه تمت على اكمل وجه وبدون اي خسائر. تعالى. تعالى يا حبيب ابوك. جاي اهو ابو السيد يا كبير. تعالى يا رافع راس ابوك دايما في العلاني. بوت تعالى يا معلم. خد امسك دول حقك. حق ايه يا ابو سيد؟ ايه دول؟ 5000 جنيه نصيبك في العمليه. عمليه ايه؟ ما انا ما عملتش حاجه اصلا، وبعدين مش العمليه اتشمت اصلا. لا يا حلو، احنا متفقين ان حقك هتاخده في كل عمليه، سواء العمليه قامت او نامت. 5000 جنيه. بقول لك يا كبير، امال فين سميره هانم؟ تلاقيها في المركز بتاعها. كان لازم يمشيها من البيت عشان نعرف نعمل العمليه. امال انت ليه اتجوزتها اصلا يا بابا؟ قصدي يا كبير يا سيد حضرتك. ما انت عارف انا اتجوزتها ليه؟ عشان ليه مصلحه عندها. سميره دي بكل الزهق اللي هي فيه اللي انت عارفه، نايمه على ملايين كتير قوي. ابوك بقى نفسه يلدع مليون واحد حتى. حكم انا مش طماع. وده مش حرام؟ نعم. حرام؟ جرالك ايه يا بيشو؟ جرالك ايه؟ ابو السيد بنهزر معاك يا ابو السيد. انا قصدي يعني حرام الوقت اللي احنا عمالين نضيعه دون من غير ما نعمل عمليات كبيرة. ابو السيد يا كبير. لا 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 ما تقلقش، انا عامل حساب كل حاجة. قبل كل عملية لازم اطرقها من البيت. لو عصلجت بقى نبقى ننزل نعمل الخطط بتاعتنا في الشقة القديمة بتاعت امك بتوع الله يرحمها. ماما؟ بابا هو انت كنت بتحب ماما الله يرحمها؟ بحب ماما. انا عمري ما حبيت حد في حياتي زي ما حبيت امك. كانش في ست في الدنيا زيها. يا عين عليك يا توأ. يا عارف يا ده ميشو، انا ما كنتش اقدر ابص في وشها دقيقه على بعضها. وايه؟ ولو انا باصص في وشها ما اقدرش اكدب كلمه واحده ابدا. كان عليها بصه عينين الله يرحمك يا توأ. بس عينها بقى دي كان دماغها ناشف قوي قوي قوي، وكانت ماشيه بقى في السكه بتاعت المسلم والاخلاق والقيم وال عارف عارف اخوك فطين؟ كانت زيه بالظبط. ما الواد ده طالع شبه خيخه كده. يا بس ما كنتش اطمن ولا ارتاح الا وانا قاعد جنبها، لانها كانت مراتي واختي وامي كمان. كما قال سقراط، لم اطمئن قط الا وانا في حجر امي. انت بتقول ايه؟ اصل الواد فطين دايما يقول كده يا كبير يا سيد. يا عم افتكر لنا حاجة عدلة بقى. وانت مش بتحب فطين يا سيد؟ بحبه، وفي حد في الدنيا ما بيحبش ابنه؟ بس كان نفسي ما يطلعش زي عمه، مثقف وعامل لي فيها ورغيف وفاهم كل حاجة، وهو مش فاهم حاجة أبدا، هو ولا عمه. لا فاهم، هو وعمي، قصدي عمه. كان نفسي يطلع زيك أنت. واد مطقطق مصحصح
وفاهم الدنيا وقاريها صح الصح. وجبنا بسيرة الحيلة، جات الحيلة. مبسوط؟ تعال حيلة نيلة. ازيك سيد؟ شايف يا ميشو؟ سامع قلة الأدب؟ معلش يا بابا معلش، تلاقيه بس راجع من المدرسة زهقان ولا تعبان؟ زهقان على نفسه مش عليا. شوف يا اخويا البجاحة، شوف الواد باصص ازاي. معلش يا سيد معلش، ادخل انت دلوقتي يا فاطين، ادخل انت بقى، مش عايزين نتعب بابا أكتر من كده. الحق شوف شوف الغباوة. انت يا عم يا غبي داخل اوضة ميشو بتعمل فيها ايه؟ معلش يا بابا معلش معلش، هو فاطين كده وانت دايما يعني كده. اوضتك اللي هناك دي ادخل اوضتك بقى وريحنا. ويدخل ما اسمعش صوته اللي هو ولا الجراموفون بتاعه ده. حضرتك بس يا ابو السيد كده استريح. استريح؟ وحد مريحني في الدنيا دي غيرك انت يا ميشو؟ معلش ابو السيد معلش، ما هو ابننا برضو يعني، احنا ندعي له ان ربنا يهديه. ربنا يهديه ويبقى زيك يا ميشو. ولن أيأس ولن أمل من محاولة تغيير أخي وتوأمي ميشو. وكما قال لاو تسي، تعامل مع الأمور قبل أن تحدث، وعالج الأمور قبل أن تبدأ بالاضطراب. هذا ما أريد فعله مع أخي، ولكنه لا يعطيني الفرصة لذلك. فهو يرى عالمه الذي يعيش فيه هو العالم الأمثل للحياة، بالرغم من أن يقيني أنه يعلم أن عالمه هذا زائف لأنه من صنعه هو، ولا يستطيع أحد بمفرده أن يعيش في عالم وهمي. حاولت وفشلت، وسأحاول تغيير أخي الذي أعيش معه تحت سقف واحد ولا أعرفه. وكما قال كونفوشيوس، لا تتراجع عن الحق حتى ولو كنت تواجه أخيك. النهر ظمآن لصغرك العذب من حاضر حاضر حاضر. طيب طيب حاضر. اشجار هانم استاذ انس، تشوفي لا كوزين؟ اتفضلي اتفضلي. ميرسي. اتفضلي اتفضلي. معلش بقى، هو انت عارفه يعني ان انا عايش لوحدي اصلي، فطبعا يعني خدت اجازه بقى من الاستوديو ساعه بالظبط، يعني ساعه واحد بس، وقلت انظف بقى البيت واغسل المواعين واجهز العشاء عشان الصالون الثقافي. استاذ انس، هو انت لسه بتعمل الصالون كولتورال يوم في الاسبوع؟ وهفضل اعمله على طول، اصله اصبح جزء من هذا المكان. وبعدين فاطين بيتبسط قوي لما بيقعد مع اصدقائي ويتناقشوا. صحيح،
وهو عامل ايه؟ كويس قوي الحمد لله، وحصل على الجائزة الاولى من المجلس الاعلى للثقافة والاثار في بحثه عن ازيس. فيليسيتاسيون، الف الف مبروك. طبعا لازم ناخد جائزة، مش انت اللي مربي؟ الله يحفظك يا اشجان هانم. اخبار الصور بتاعتي ايه؟ صور الحفلة كمان جاهزين؟ جاهزين يا ست الكل، وانا كمان حطيتهم لك في البوم اهو. اتفضلي. الله سوبر، طول عمرك حساس وشيك يا استاذ انس، صور حلوه قوي. ها قولي بقى احسبهم كام؟ لا معقول انا اخد منك فلوس يا اشجان هانم؟ لا لا يا استاذ انس، لي بون كونت فون لي بون زامي، وبعدين ده شغل لازم تاخد فلوسك، لو ما خدتش فلوسك خلاص انا لا ارجوكي ما تكمليش يا اشجان هانم، اعتبريهم هديه. ايه مش عايزه تقبلي مني هديه كمان؟ مش كفايه الفاس؟ مفيش حاجه في الدنيا تغلى عليكي. ميرسي. على فكره يا استاذ انس، انا احتمال اسافر لبنتي فرنسا الاسبوع ده، مش عايز حاجه من هناك؟ لازم تسافري. مالغري مو، تعرف يا استاذ انس الوحده قاسيه قد ايه، هقعد اعمل ايه؟ وناويه تسافري امتى؟ على اخر الاسبوع ان شاء الله. الاول هسافر لابني فهمي اسكندريه اقعد معاه يومين، وبعد كده ارجع اسافر على طول. تسافري بالسلامه ان شاء الله. ها ما قلتليش اجيب لك معايا ايه بقى المره الجايه، ولو حتى سوفينير. انا عايزك تيجي بالسلامه. هاي يا ميشو. ايه يا كينج؟ ايه ده حضرتك بتكلمني انا؟ لا حلوه دي، هتشرب النهارده ولا زي كل يوم؟ اه لو عندك بقى حلبه بحليب يبقى كتر الف خيرك، لحسن الواحد النهارده حاسس بهبوط قوي. حلبه بحليب؟ شكلك مبسوط قوي النهارده يا ميشو. انا اروح اجيب لك البرتقال المخصوص بتاعك. ايه ده ايه ده، انت مش شايفني قاعد؟ انا هضرب بيره. كاك ضربه في نافوخك، بيره ايه اللي هتضربها يا بونبون؟ البيره حرام يا ابني، انت دلوقتي هتشرب برتقال زي حالتي يا اما تقوم تروح، وانا خلاص عرفت الطريق يعني ممكن اروح لوحدي. ولو مزاجك يعني عالي قوي عايز تعمل دماغ اضرب ليمون. ليمون؟ هو انا عندي برد؟ مالك يا ميشو في ايه؟ ميشو ايه؟ الجو وصل. الجو ايه اللي وصل؟ الجيرل فريند ساره، انت نسيتها ولا ايه؟ الجيرل فريند بتاعت ساره اللي هو ميشو انا. خلاص روح بقى هات له جوافه زي ما انا قلت لك. اتفضلي. قال لك اهلا وسهلا حضرتك، الجو الفريند بتاعي ميشو. اتفضلي حضرتك. حضرتك ايوه حضرتك، اتفضلي اتفضلي. ساره الجو فريند بتاع بونبوني هو وانا. اهلا وسهلا. تحبي تشربي ايه بقى؟ اوعي تقولي بيره زي المدعوق ده. ايه ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ فطير فطير، ودعني من غير ما يسلم، وكفايه قلبي انا مسلم. هو مين ده؟ اشجان. ايه ده؟ وانت لسه ما قلتلهاش بتين الشعر؟ لا لا، انت تقعد بقى هنا تستريح وتستناني لما اجيلك. لا انا محتاج لك يا فطير، عايز افضفض. فضفض لوحدك، والمناديل معاك اهي. بص بقى يا اشجان هانم، انا هقول لك على الخلاصه علشان الموضوع مش مستحمل. اتفضل يا فاطين، خير في ايه؟ عم انس بيحبك قوي، والكلام ده مش من دلوقتي، ده من زمان قوي، من وانتوا صغيرين.
بس علشان هو خجول زياده عن اللزوم وحبه ليكي من الحب القديم اللي خلص خلاص فما كانش قادر يقولك، ولما عرف انك مسافره خلاص قلبها لنا مناحه في البيت وخلص صندوقين مناديل. وبصراحه بقى مفيش مناديل، المحلات قفلت خلاص. اجيب له منين انا مناديل؟ فقدامك دلوقتي حل من اتنين يا اشجان هاني، يا اما تتجوزيه يا اما بقى تشوفي لنا علبتين مناديل كده من عندك تصبر بيهم. بارول دونور يا فاتيل، انت فاجئتني. فاجئتك بايه يا اشجان هاني؟ ده انت واضح عليك انك كنت عارفه من زمان وحاسه بكل حاجه. قلت ايه يا عروسه؟ يبقى على بركه الله.